واجب علي ان احفظ مثلا الاحاديث لا في صحيح البخاري حدثنا فلان عن فلان، احفظ هذه الاسماء ولا احفظ الحديث بس؟ لا يجب عليك هذا ولا ذاك، وان حفظت الاحاديث فهو خير وايسر عليك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل حلوى احفظ الحديث، بس يجب علينا نحفظ اللي هي الاسماء دي ولا لا؟ لا 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 يجب.